حاجة مهمة جدا والصحة. الحقيقة الوقاية خير من العلاج، كلمة كلنا عارفينها من واحنا صغيرين، بس يا ترى بنطبقها ولا لا؟ ودي حاجة مهمة جدا، كل ما كان اكتشاف أي مرض عند أي حد لا قدر الله بدري وأول ومبكر زي ما بيقولوا، كل ما كان العلاج أبسط وأسهل. علشان كده جامعة عين شمس نظمت أول مؤتمر من نوعه في مصر والشرق الأوسط كله تقريبا للتعريف بأهمية التشخيص المبكر للأورام. تعالوا نتعرف أكتر على المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المؤتمر العلمي الأول لوحدة التشخيص المبكر للأورام بجامعة عين شمس من أهم المؤتمرات التي تعقد على مستوى مصر والشرق الأوسط للتعريف بأهمية التشخيص المبكر للأورام. وحدة التشخيص المبكر للأورام بجامعة عين شمس أسسها الدكتور محمد بيومي سمور عام 1981، وتمكنت من وقاية نحو ربع مليون مصري من مرض السرطان. أول وحدة أنشأت في مصر والشرق الأوسط للتشخيص المبكر للأورام، وهي فائدتها طبعا ان الحالات لما تكتشف مبكرا ما بتحتاجش العمليات كبيره ولا تكلفه كتير، والنتائج بتاعتها بتكون احسن ونسبه الشفاء بتكون اكتر. احنا بنعني بكل امراض الانسجه في الجهاز التناسلي كله، بنعني بمناظير عنق الرحم بس لا، ومناظير الرحم، بنعني بخدمه مجتمعيه، عندنا ريسيرش، عندنا ابحاث، عندنا جهد علمي متطاول، كل ده اللي زرعه أستاذنا. وأنا النهاردة لو عايز أنجح لا يمكن أنجح إلا إن أنا أساسا أكون جسر ما بين الخبرات التي لا تقدر بمال وما بين الجيل الجديد. أول مؤتمر بيعقد للوحدة، للوحدة التشخيص المبكر للأورام. الوحدة دي عمرها 23 سنة، يمكن ما فيش حد يعرف عنها كتير، إنما هي من 23 سنة وهي بتخدم في مجال التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي للمرأة. هو بيهتم بالنواحي الوقائية أكثر من العلاجية، وأن صحة الأم وصحة الطفل طبعا على في أول أولويات، ولكن مش لازم ننتظر لما يبقى حصل مشكلة ونعالجها، ولكن العلاج أو الوقاية عفوا ومنع حدوث مشاكل من أهم أولوياتنا. الوحدة الطبية تعمل على تقديم خدمات علاجية بأسعار رمزية وخدمات في مجالات البحث العلمي وتدريب الطلبة والأطباء في الجامعات المصرية ووزارة الصحة. الوحدة بتخدم ملايين السيدات عشان يجوا يعملوا مسحات مهبلية ويشوفوا الالتهابات اللي موجودة عندهم، ويشوفوا لو في أي حاجة مبكرة أو للأورام بيكتشفوها ويتم معالجتها قبل ما تتفاقم المرض يعني. الوحدة بتقدم تدريبات للامتياز وللنواب على ان هم ازاي يعرفوا ياخدوا مسحه كويسه، فاهم، عشان خاطر الناس اللي هم عندهم اورام في عنق الرحم. دكتور حاتم سعد عامل اللي هو رئيس الوحده، عامل مجموعه من الدكاتره المدرسين في اسم النساء، بيقعدوا مع طلبه الامتياز مره ومرتين يشوفوا هم ازاي بيعرفوا ياخدوا المسحه كويس، ويعلموهم يمشوا على جايد لاين معينه، وبعد كده بعد ما ياخدوا المسحه يودوها للقسم بتاع الباثولوجي اللي هيشوف بقى المسحه فيها ايه بالظبط. عاملين كنترول على مراكز صحيه مختلفه، بيبعتوا لنا المعلومات اللي هم بيوصلوا لها، واحنا بنعمل لها اعاده قراءه مره تانية، ولما بنعمل اعاده القراءه بنقول لهم الكلام ده صح ولا لا، ايه اللي ناقصهم، ايه اللي يستفيدوا بيه، ايه اللي المفروض كورسات يجي ياخدوها، حاجات زي كده. أهمية الكشف المبكر للأورام خاصة لدى النساء تكمن في الحفاظ على صحة المرأة وتنمية المجتمع، الأمر الذي يحتاج إلى جهود الدولة والمجتمع في تقديم التبرعات اللازمة لتطوير أجهزة هذه الوحدات العلاجية. أحمد مصطفى، قناة دريم.